ما يجري بين المالك والصدر، هل يمكن القول إنه العقد السياسي انفرط مرة واحدة وإلى الأبد ما بين المالك والصدر؟ نعم، تحية لك سيدي الكريم، أهلا وتحية لك الأكارم ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. يعني أنا أعتقد أنه هذا الخلاف بدأ في عام 2008 عندما تصدى المالكي لما يسمى ثورة الفرسان آنذاك بمحاربة الجيش المهدي في المحافظات الجنوبية، وأنا أعتقد وصلت إلى حد كسر العظم في تلك المرحلة، رغم أنه السيد الصدر عاد في عام 2010 وتحالف مع المالكي وأيد حكومة المالكي آنذاك، لكن مع ذلك بقت الحرب الباردة دائرة بينهم، خصوصا في الصراع السياسي بين كتلة المالكي وكتلة السيد الصدر. وبالتالي أنا أعتقد اليوم رأب الصدع بين السيد المالكي والسيد الصدر هو يعني أشبه بالمستحيل، على اعتبار وصلت المواصيل الآن إلى حد أن تصل تسريبات هي تنسب للسيد المالكي بأن هناك هجوم على السيد الصدر، ويعني نعت بأوصاف قد تكون لا تليق بالسياسيين ولا تليق بالسيد الصدر عموما. وبالتالي أنا أعتقد كسر العظم كان في عام 2008 الذي الآن هو يعني وصل بالتسريبات أن السيد المالكي ذكر في أكثر من مرة أنه كان هو المتصدي للسيد الصدر في جنوب العراق. وبالتالي الآن المحاولات في رأب الصدع أعتقد شبه مستحيلة، والسيد الصدر مصر، خصوصا بعد ما صرح وزير القائد يوم أمس ببيان معين توضيح الواضحات بأنه خصوصا بعد مبادرة العشائر العراقية كان هناك تصريح لوزير القائد بأن توضيح الواضحات لا يحتاج، وأن هناك مساس بالأمن القومي العراقي وأسائل السيد الصدر عموما.